خليني أروح لمزيد من التفاصيل. مستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني حضرتك قلنا عن القرارات الخاصة بالسلع الغذائية والكهربائية اللي هتهم الناس بشكل كبير. في الحقيقة يا فندم اليوم دولة رئيس الوزراء عقد اجتماعا في إطار متابعته شبه اليومية لأسعار السلع في الأسواق. خلال اجتماع اليوم هذا الاجتماع بيأتي عقب عيد الفطر المبارك، وما سبق أن ذكرناه من أنه الأسعار إن شاء الله ستنخفض عقب عيد الفطر المبارك لنسبة تصل إلى تتراوح نسبة قد تصل إلى 30%، على ضوء أنه القطاع الخاص وهو شريك في عملية ضبط الأسعار السلع. القطاع الخاص أوضح أنه دورة السلع سوف تنتهي بعد عيد الفطر المبارك، وبالتالي سوف نحصل أو الأسواق ستشهد مزيد من السلع وفقا للأسعار الجديدة، أسعار الصرف الجديدة. وبالتالي هذا الاجتماع كان بيأتي لمتابعة مدى حدوث هذا الانخفاض في أسعار السلع، وبناء عليه خلال الاجتماع وخلال المؤتمر الصحفي أعلننا أنه فعلا السلع الأساسية على سبيل المثال انخفضت في المتوسط بنسبة 27%، الأسعار كافة السلع انخفضت في المتوسط بنسبة 22%، وإحنا هنا بنتكلم على أسعار التجزئة، بينما أسعار الجملة في حقيقة الأمر هي انخفضت بنسب تتراوح من 30 ل 40%. وبالتالي إن شاء الله يعني خلال الفترة المقبلة سنشهد المزيد من انخفاض أسعار التجزئة. طيب سؤال هنا، يعني معرفش إمكانية حدوثه، وده شيء أعتقد يعني مش بالصعب على مجلس الوزراء أنه يكون في مع هذا البيان، يعني يبقى بيان بالسلع، يعني لو قلنا السلع وإحنا بنتكلم على السلع استراتيجية اللي بتهم الناس، السلع المهمة الغذائية، يكون في بيان بأنه الأسعار بقت بهذا الرقم، لأنه برضو الأماكن زي ما حضرتك ذكرت وحضرتك بتح أنه الجملة بياخد طبعا تخفيض اكتر والتجزئه بيبقى تخفيض اقل شويه، فتبقى الناس عارفه وهي بتشتري، لانه انا ممكن اروح مكان يبقى طبيعه هذا المكان الاسعار غاليه شويه، في مكان طبيعته ارخص، ولكن ابقى انا عارفه السلعه نفسها بكام. فهل ده ممكن نشوف هذا البيان بالسلع والنسبه التخفيض اللي بقت موجوده عليها، فتبقى زي دليل بالنسبه للمستهلك؟ بالفعل يا فندم، يعني هذا الأمر معلن. يعني على سبيل المثال مبدئيا لو تذكري حضرتك أنه منذ عدة أسابيع كان صدر قرار طبعا من دولة رئيس الوزراء ووزير التموين وكذلك من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع والأرفف، وهذا السعر يعني بيتم متابعته من قبل وزارة التموين والجهات الرقابية. ده جانب. من جانب آخر اليوم أعلننا عن، على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على رغيف الخبز طبعا، اليوم أعلننا عن الأسعار الجديدة التي سيصدر بها قرار يوم السبت بعد غد، وسيبدأ العمل بها يوم الأحد المقبل. وعلى سبيل المثال احنا قلنا ان أسعار الخبز السياحي بمختلف أوزانه تم إعلانها، السعر على سبيل المثال الخبز 80 جرام سيكون سعره 1.5 جنيه بعد ما كان 3 جنيه، وبالتالي يعني الأسعار معلنة من ناحية. من ناحية ثانية يعني هناك أعلننا أيضا خلال اجتماع اليوم أنه الأسعار السلع الأساسية اللي حضرتك بتشيري إليها أعلننا نسب التخفيض فيها بكل صراحة في البيان الصادر. يعني السكر صحيح نزل حوالي 22%، الأرز حوالي 16%، زيت الطعام 23%. أنا عارفة وإحنا تابعنا وقلنا الأرقام، بس عارف حضرتك أنا نفسي إن الأرقام تبقى زي ورقة كده مكتوبة الناس خلاص تبقى عارفاها وتبقى موجودة حتى على صفحة مجلس الوزراء أو على أي مكان عشان تبقى هي الدليل، لأنه بعد ما بتنزل الأسعار ترجع الناس تقولك يعني ما بيبقوش حاسين بيها، فكل ما تكون الحاجة موثقة ومكتوبة تبقى بيان ومرشد للناس. طيب سؤال تاني بالنسبة للأجهزة الكهربائية، لأنه الفترة الماضية الأجهزة الكهربائية كانت ارتفعت بشكل كبير جدا نسبة علشان كان في سعر صرف طبعا مختلف في السوق، دلوقتي بقى في انضباط، سعر الصرف بقى منضبط والدنيا تغيرت، فهل دلوقتي التاجر سينضبط هو كمان بأسعار جديدة مخفضة؟
بالتأكيد يا فندم، يعني الدولة بعد توحيد سعر الصرف بدأنا أيضا في الإفراج عن السلع الأساسية ومنها مستلزمات الإنتاج، وهذا الأمر أسهم في حل معضلة كبيرة بالنسبة للشركات التي كانت متوقفة نتيجة عدم حصولها على مستلزمات الإنتاج أو حصولها على مستلزمات الإنتاج بسعر السوق الموازية للدولار اللي كان وصل لحوالي حاجة وسبعين جنيه. فبالتالي يعني توفير مستلزمات الإنتاج بسعر مخفض مقارنة بالسعر السابق ده سيسهم في خفض أسعار السلع الكهربائية. أيضا أسعار السلع الكهربائية كانت من ضمن السلع اللي دولة رئيس الوزراء حرص على التأكيد على أهمية خفضها عشان حتى يتسنى للمواطن أنه يستشعر الانخفاض في الأسعار وجهود توحيد سعر الصرف. أكيد. فعلى سبيل المثال كما ذكرت أنه من ضمن الأسعار اللي انخفضت بصفة عامة، المتوسط انخفاض في الأسعار بصفة عامة كان بلغ 22%. وخلال اجتماع اليوم أيضا اتحاد الغرف التجارية، الأسعار اللي استعرضها اتحاد الغرف التجارية ذكر أنه غالبية السلع سواء الأساسية أو غير الأساسية انخفضت مقارنة بما قبل التعويم بنسب في تصل في بعض الأحيان ل 35%، ده شيء بما جميل. في ذلك طبعا السلع الهندسية. فأنا بأكد لحضرتك أنه حدث انخفاض وإن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في مزيد من انخفاض. النقطة أكيد. المهمة اللي حضرتك أشرت إليها أنه المواطن لا يستشعر أحيانا بهذا الانخفاض، ده بيحصل نتيجة أنه التخفيضات اللي احنا بنقولها يا فندم هي حصلت بصورة أساسية على مستوى السلاسل التجارية. صحيح. على مستوى محل البقالة الصغيرة هي شهدت أيضا انخفاض ولكن ليس بنفس درجة السلاسل التجارية. صحيح. ومن المتوقع أنه إن شاء الله خلال الفترة المقبلة بعد ما تنتهي دورة السلع لدى محل البقالة الصغيرة من المتوقع أنه تشهد تلك المحل الصغيرة المزيد من انخفاض في أسعار السلع. فهي يعني الموضوع بيحصل بصورة تدريجية أكيد. والدولة حريصة على متابعته، بجانب أنه دولة رئيس الوزراء قال اليوم أنه سيكون هناك متابعة حازمة مع وتعامل حازم مع أي تجاوزات في الأسعار المعلنة. وفي دولة رئيس الوزراء قال نقطة تانية مهمة يعني بنرجو أنه المواطن يعني يستمع إليها، لأنه حضرتك كنت بتتكلمي على أنه المواطن محتاج يعرف أسعار السلع. صحيح. ففي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ تطبيق على الهاتف اسمه رادار الأسعار. التطبيق تم تحميله من حوالي 21 ألف مواطن، وبنأمل أنه المزيد من المواطنين يتعاملوا مع هذا التطبيق طبعا. لأنه التطبيق بيتيح للمواطن أنه في حالة تجاوز أي أسعار لما هو معلن بيبلغ، أنه يبلغ عن طريق ده شيء جميل التطبيق. وبالتالي هناك دور هام على الرقابة الشعبية، وبالفعل يعني دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أعلن أنه بالفعل كانت جات لنا شكوى خلال الفترة الماضية من أحد المواطنين وتم التعامل معها بصورة فورية وتم بص إجبار التطبيق يا المحل أستاذ محمد، المحل أو الجهة محل الشكوى بخفض الأسعار. أكيد التطبيق ده أكيد شيء هام جدا، ولكن برضو خلينا نقول أنه أهالينا البسطاء مش هيقدروا ينزلوا التطبيق ده، لازم يكون عنده خاصية تليفونات معينة. هل ممكن يكون في رقم خط ساخن يبلغوا منه وده برضو ممكن يبقى أسهل بالنسبة لهم من الخطوط الأرضية؟ بالفعل يا فندم، ده هنا بيجي دور جهاز حماية المستهلك. جهاز حماية المستهلك بيعمل على زيادة تواجده في كافة محافظات الجمهورية، فممكن يبلغ من خلال حماية الاتصال. المستهلك. صحيح. عموما نتمنى بإذن الله زي ما في انخفاض يكون في متابعة للأسعار، وضبط السوق أكيد هيكون شيء مهم جدا في الفترة المقبلة. هي الحقيقة كلها قرارات مبشرة بإذن الله، وإن شاء الله الفترة المقبلة يبدأ المواطن يحس بنوع من الارتياح كده، ويبدأ يبقى فيه شوية فلوس كده في البيت، يعني بدل الفلوس كلها بتروح في كل السلع والحاجات دي. أشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.